أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، بتجدد لقائنا وحلقة جديدة النهاردة من برنامجكم نور الحياة. في البداية بقول لكل المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، أعدوا علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب بالخير واليمن والبركات. النهاردة معايا ضيفة جميلة جدا، الحقيقة هي كاتبة بتتكلم في كل شيء، محلل سياسي، شاعرة، بتقول قصائد، يعني حقيقة هي لما الموضوع كله. بس اسمحوا لي في البداية أنا هرحب بزميلتي المتواجدة معايا النهاردة، وبعدين نروح فاصل صغير نرحب بضيفتي. معايا زميلتي الجميلة النهاردة الأستاذة داليا، منوراني يا أستاذة داليا، وإن شاء الله تبقى حلقة جميلة يا رب إن شاء الله مع حبيبتي الجميلة المنورانة ومشرفانة الكاتبة الجميلة الأستاذة هويدا عوض. اسمحوا لي نروح لفاصل صغير ونرجع تاني نرحب بقى بضيفتي الجميلة دي، لأن ده لها ترحيب خاص يعني. اتفضلوا معانا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، ومعايا ضيفتي الجميله المنورانا ومشرفانا النهارده الكاتبه الصحفيه المصريه الاستاذه داليا عوض، وليها مؤلفات من الكتب كثيره جدا. نورتينا يا استاذه هويدا. الاستاذه هويدا عوض، اسفه جدا اتلبخت لان الحقيقه برضه انا مش هخبي عن المشاهدين، الاستاذه داليا بتكون بنت الاستاذه هويدا. نورتينا يا استاذه هويدا، الكاتبه المصريه الكبيره المعروفه هويدا عوض، صاحبه مؤلفات كتير جدا. انا سعيده ان انا النهارده بتجدد لقائي معاكي، وان شاء الله يا رب تكون حلقه جميله جدا، وموضوع الحلقه جميل جدا اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، انا كنا سوا مع بعض قبل الهوا، وهو الانتماء. بس انا يعني في الحقيقه انا من اشد المعجبين بيكي، لان انا فعلا شفت لحضرتك روايات كتير جدا وقصايد كتير جدا، وشفت برضو قصايد كتير جدا ما شاء الله بتاعت حضرتك، يعني الله اكبر، حضرتك بتتكلمي في كل شيء. الحمد لله. فانا سعيده النهارده بتواجدي معاكي. كل سنه وانت طيبه يا جميل. وانت طيبه يا قمر، ورمضان كريم عليكي وعلى الاسره جميعا. وعلى امه محمد يا رب، كل سنه واحنا طيبين، والبلاد العربيه كلها طيبه، والدنيا كلها طيبين. امين. ويعود علينا الايام بخير، ونبقى يعني صف واحد كده ورا بلدنا. امين يا رب. بلدنا الحلوه قوي. امين يا رب. اللي هي طمعانين فيها كل الدنيا. بس احنا بنحميها وحنحميها ان شاء الله، وهنفضل نحميها بارواحنا وباولادنا ان شاء الله، وباخر نفس فينا ان شاء الله. استاذه هويدا، طبعا زي ما ذكرنا في البدايه ان موضوع الحلقه النهارده هنتكلم عن الانتماء. أيوة. طبعا الانتماء شامل حاجات كتير جدا، الانتماء للوطن، الانتماء للاسره، الانتماء للاصدقاء، للجيران، للاهل. أيوة. هناخدها كده من الاول، الانتماء نعرف بقى ايه، حضرتك تقولي للناس ان في ناس كتير ما يعرفوا ايه الانتماء ده. يعني طبعا مش هنتكلم في تعريفات علميه وحاجات توجع دماغ الناس، بنتكلم ببساطه كده ان الواحد يبقى منتمي لبلده، يبقى عنده حس بكل تفاصيلها. تمام. منتمي لاسرته، حب واهتمام بكل تفاصيل الاسره، ومعايشه مين تعبان ومين فرحان ومين زعلان. ما يبقاش في انفصال، يعني الواحد حزين ان الـ ان الـ ان اولادنا الدنيا اتغيرت عن الاول، انفصلوا عننا، انفصلوا. يعني الولد والبنت ما بيبقاش عارف ماما تعبانه، بابا تعبان. تمام. مين مش عارف الا اذا كان في حاجه كبيره قوي. انما اللي هو الحته بتاع زمان بقى، التفاصيل الصغيره، مين متضايق، مين مبسوط، مين دي بدات تنسحب كده شويه من حياتنا. فالواحد بيحاول يعني ان هو يرجع بالكلمه، يرجع بابيات شعر، نغير شويه. ايوه صح. لازم عايزين نرجع، ولا انت رايك يا استاذه داليا؟ ده حقيقي. يعني انا شايفه دلوقتي مثلا يا استاذه هويدا ان ثلاث ارباع الشباب والصغيرين والاطفال ما عندهمش البذره بتاعه الانتماء. يعني هم دايما شايفين الانتماء ان انا اكون منتميه لبابايا ولمامتي بس، كاسره، كحاجه ولا صغيره. ولا حتى ديت يا داليا، يعني دلوقتي احنا المشكله فينا. يعني احنا ما كناش كده مع اهالينا فاكره. لا انا بقى اللي اقصده احنا هنتكلم، ما كناش كده فعلا مع اهالينا. يعني احنا من الابتدائي لغايه ما اتجوزنا، وبعد جوازنا لسه متابعين مع ماما وبابا. دلوقتي فعلا الجيل دلوقتي فعلا يا داليا مختلف، ما بقاش عنده فكره خالص. في جزيره، في جزيره منفصله تماما، مع الموبايل، مع اصحابه، الدنيا مختلفة. في النادي، في مع المدرسة. يعني البيت ده يكاد بيكون بقى النوم. الأساس له يا أستاذة هويدا هي الأم. أيوة هو ده اللي أنا طول الوقت بركز عليه. يعني في كل مقالاتي الاجتماعية وفي كل المشاعر الإنسانية بركز على حتة ان انت يعني ايدي في ايد الطرف الاخر. يعني سواء حتى في بتربي اجيال، يعني الام ديت هي اللي بتخلي البنت تعرف تحب ازاي، اكيد تعرف ازاي تبقى تعمل بيت حلو، اكيد
تحافظ على بيتها، تمسك في جوزها قوي، تمسك في 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 مش في اهلها بس، وفي اصحابها وفي جيرانها، يبقى عندها يعني فطنه كده، وعي انها طول الوقت عندها احساس بالاخر. طيب ان احنا الفصل ده يا داليا، بصي الفصل ده هو اللي خلانا وصلنا لغايه هنا. اكيد اكيد طبعا احنا السبب، احنا كامهات يعني وحملنا احنا المسؤوليه. ده انا وصلت بيا تحميل الام المسؤوليه لدرجه الاوطان. اكيد ايوه، دي بقى اللي عايزه اتكلم فيها مع حضرتك يا استاذه هويده. بالنسبه للجانب السياسي او المحور السياسي اللي موجود دلوقتي في البلد، كل الشباب او معظمهم عندهم علم بالفيسبوك بشكل كبير جدا، بس كل كلامهم بيبقى على الـ عايز اقول ايه، الكوميكس اللي بتحصل على السياسه، يقعدوا يضحكوا ويهزروا على حاجه بتحصل في البلد. طب ليه ما نعكسش الايه؟ ليه ما نخليش الايه بشكل انتماء اكتر، حبوا البلد اكتر، شايفين ان هم الجيش تعبان ازاي؟ يتوجهوا يا استاذه هويده بالظبط. زي ما انا قاعد كده على الفيس، ما انا ممكن ادخل على مواقع برضو اعرف اكتر واكتر عن بلدي، فازاي بقى اني واجه فعلا الشباب في النقطه دي؟ زي وخصوصا ما وخصوصا برضو يا استاذه نايره ان ان اللي انا شايفاه او يعني اللي لمساه جدا في الواقع، ان كله دلوقتي بيبص على السوشيال ميديا والبيت مش موجود خالص. مفيش. زمان كان مفيش. الراديو 24 ساعه شغال، شغال كل حاجه، كنا بنتكلم كل التفاصيل. احنا كنتش كده، كان عندنا الاخبار بالساعه 9 دي تحديف الابره ترند في البيت على التلفزيون دلوقتي، والبرامج ديت يعني معروفين كده بالاسم، فريضه الزمر، نقعد نستنى البرنامج بتاعها، كان حاجة بتبث حاجة مفيدة. أيوه. المشكلة إعلامنا عليه دور. طب أنا استأذنك بس هنطلع فاصل صغير يا أستاذة وايدة ونرجع لك تاني بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مشاهدينا مع ضيفتي الجميله النهارده، الكاتبه الصحفيه المصريه صاحبه الكتب الجميله الاستاذه هويده عوض. استاذه هويده، احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الانتماء بقى، وازاي نخلي ولادي منتمئين للوطن وللاسره. فحضرتك برضو ادي بقى نصيحه لكل ام ازاي ان هي تتوجه لولادها ان هي فعلا يعني تلم الدنيا تاني يا دكتور هويده، بحيث ان هي يعني خلاص احنا عايزين نعرف ولادنا اكتر عن بلدنا، عايزين نخلي ولادنا منتمين لكل شيء. مثلا ابسط حاجه، اتفضل. يعني احنا بنتغدى، ما نجيب سيره الحاصل، ما نفتح كده بنتغدى كلنا، نفتح سيره اللي حاصل في البلد وموضوع سد النهضه وازاي خطوره الموقف، ورئيسنا ربنا يبارك فيه يا رب، وفي قيادتنا وفي اتخاذها الاجراءات اللي بتسعى لها دلوقتي عشان الحفاظ على يعني كياننا. نفتح سيره، نشغل الاخبار واحنا قاعدين مع بعض، نعلق يعني كل واحد يعني يتكلم على الموضوع، نشاركهم، نخلي عندهم فكر، ووعي. ما يبقوش هما الحياه الاكل يتحط يلا كله، يلا ذاكر، يلا نام. يعني تحس ان هما ما هما هيبقوا بعاد، ما هو ما فيش حد قال لهم، ما فيش اكيد. ما هو احنا اللي بنديهم الثقافه دي بشكل عملي. يعني مش بتقولي انت كذا كذا، انت بتتصرفي براحه ببساطه كده، وهم بيلقطوا منك تصرفاتك. فقولي لي ده هيبقى جندي ازاي؟ هيبقى جندي ازاي يدافع عن وطنه؟ هو ما يعرفش اي حاجه عن بلده، هو لما يعني. طيب يعني معنى كلامك ده ان في اتجاه نفسي بيشمله الانتماء. طبعا طبعا. انا الام اللي عندها شويه يعني مش هنقول ثقافه يعني بس تتابع تفهم. يعني احنا امهاتنا ما كانوش لا بيقروا ولا بيكتبوا بالظبط، ولا كان معاهم دكتوراه ولا كان ايه، بس ربوا رجاله صح، ربوا يعني اسود. اللي اللي بيحاربوا دلوقتي واللي في الجيش 90% من امهاتنا كانوا ناس على فطرتهم. يعني ما كانش لسه التعليم قوي خد حده يعني زي دلوقتي. تلاقي الامهات اللي على الفطره شديد الذكاء جدا، وبرضه حازمه عن امهات دلوقتي جدا هويده. ده بقى بيشمل حازمه فعلا عن امهات دلوقتي. امهات دلوقتي جداً. مفيش يعني احنا اللي ضيعناه بالطيبه المبالغ فيها،
ومش عايزينهم يمروا باللي احنا مرينا بيه وطبطبه زياده، توفير لهم كل سبل الرفاهيه الموجوده دلوقتي ده يعني ده اللي بيطلبوه جاب، فعشان كده الدلع زياده يعني برضو. انا افتكر ان احنا هدومنا دي كنا بناخد من اللي اكبر مننا ومن اخواتنا. يعني دلوقتي تقدري تعملي كده مع اولادك؟ لا ده يقول لك لا انا بلبسه بالظبط مستحيل. انا عايزه حاجتي الواحده تقول لي كانت صاحبتي ماسكه موبايل مش عارفه بايه وانا ماسكه بايه، اشمعنى دي واشمعنى ده. والمشكله ان ممكن تكون يعني الظروف على قدنا، حياتنا على قدنا، بس نعمل جمعيه نعمل اي حاجه عشان نعرفه جيبنا موبايل. ليه نورط نفسنا كده وليه نعمل في كده ونضغط على رجالتنا؟ لا هات لا جيب، ده اختي اولادها جابوا، ده بنت خالتي، ده جارتي، كل واحد تبع امكانياته. ايوه ما هي البيوت بتخرب من كده. طيب يعني امال احنا عمرنا ليه في جوازاتنا وعشنا كتير؟ انا شخصيا قعدت 38 سنه زوج رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ربنا يرحمه. فاقصد اقول لك ليه بقى، من احنا اتعلمنا ان احنا نعمل بيت. طب استاذه وردة، حضرتك مع ام ضد الاختلاط ما بين الشارع وما بين المنزل، وازاي ده يعمل وعي؟ ما هو مهما الشارع عمل، انت الجسر. تمام، انت اللي بتلم الولاد في الام جسر بقى، هي بتحوط عليك يا استاذه داليا. اصل خلي بالك دلوقتي الشارع بقى صعب جدا. مهما كان الشارع يعني خلي بالك، ومهما كان تاثير الفيسبوك وتاثير اليوتيوب وتاثير المدرسه، انت كنترول، انت انت الحاكم في البيت، هي دي دولتك. بالظبط، يعني بيتك هو دولتك. طيب تقولي ايه بقى للامهات اللي انت عارفه قد ايه دلوقتي الشارع بقى صعب، وبقى فيه يعني جميع الاطياف وجميع بقى يعني ازاي تعرف تكنترول؟ ازاي تكنترول؟ بيبقى فيه برضو استاذه هوايده بتبقى مصاحباهم ولا تصاحبيهم برضو؟ تصاحبيهم وتجيبيهم برضو الجيل ده من غير ما ترجعي التكليف. احنا مشكله جيلي برضو يا استاذه هوايده، احنا رفعنا التكليف يا نيال. احنا رفعنا التكليف بينا وبينهم. فحته الاحترام، وان هي لا مامي قاعده، ما عادش حد بيبدا يا مامي دلوقتي، ده بيقول مثلا يا فلانه يا علانه من غير ماما وبابا، يا خالته يا نانا يا توتو، يعني مفيش خالات ولا طنط. ما احنا اللي عملنا كده، ما احنا اللي عملنا كده، احنا ما كناش نقدر نقول كده زمان احنا. طب والله العظيم انا افتكر رحمه الله عليه بابا، لغايه يعني انا يعني ابني عنده 34 سنه، كان مستحيل يقعد قدام جده مثلا بشورت. مستحيل، اكيد. طيب جده موجود. معنى كلامك ده برضه خلينا نسلط الضوء لاستاذه هوايده على حاجه، يعني على المجتمع، على حاجه زي كده، ان احنا فقدنا الاتيكيت وفقدنا الوعي وفقدنا احترام الكبير. فده بياكد لنا المعلومه اللي انت بتقوليها، ان لازم الام لازم عشان تربي والنهاية، قبل ما تبقى صاحبه تعلم الاتيكيت وتعلم الذوق وتعلم انت تتصرف على كده اوتوماتيك. انت اوتوماتيك، هي بتلقط، هو بيلقط منك ومن باباه، فانت لازم من غير ما توعي بالمعلقه يبقى صح. ايوه فهم. هي صح يا فنان، بالظبط، هي اوتوماتيك، هي اوتوماتيك. يعني بصي انا قاعده قدامك، انا قدامي ابني، اتكلمت حلو ابني هيتكلم زيي، بالظبط. كلمت انت بتاكلي بالشوكه والسكينه هيطلع بالشوكه، هتاكلي بايديك هيطلع ياكل بيها. فانا الصوره له، يعني انا الصوره له قدامه، وهو بيطبق زي ما بيشوفني. لا وعينك بقى بزياده بقى عليه، حتى طريقه الكلام، حتى مثلا لو انا هتكلم في طريقه غلط، او ولا انا لا هكذب اقول لك لا، ما انت ماما بتقولي كذا، ما ايوه مش هتقدري تتراجعي، ما اذا كنت انت نفسك بتغلطي. صحيح، ما هو ما انت فعلا يا استاذه داليا، هي لازم الام الاول لازم تظبطي بالك جدا بتتكلمي، تنمي نفسها كمان من القرايه وتطلع اكتر. لو ما شاء الله دلوقتي ما فيش حاجه اسمها ثقافه، ما بقتش حكر على حد، يعني في ثانيه تجيبي المعلومه من على اليوتيوب، وفي ثانيه تاخدي كورسات، وفي ثانيه يعني لازم يبقى في حته ايه، ان احنا ننقل بقى للمرحله للي جايه. طب يا استاذه هوايده بقى ايه، نترك الموضوع ده شويه. طيب. عايزين بقى نتكلم عنك بقى النقطه الخاصه اللي كان عارفه، بسم الله ما شاء الله ليكي كتب كتير، منهم عجبني برضو مشاعري، ده جميل جدا يا دكتوره. هم اربع كتب، اربع شعر. كتب انت مؤلفاهم، وبرضو بتكتبي روايات وروايات بقى في ان شاء الله كمان. ومحلل سياسي يا دكتور، الله اكبر، كل اعظم ان شاء الله. سبع صنايع وضغط ضايع، مش ضايع ولا حاجه يعني. كلمينا بقى شويه عن الكاتبه المصريه الاستاذه هوايده عوض. انا ومؤلفه حضرتك كتب، ربنا يخليك. الشعر ده هو بالنسبه لي العشق، او الحاجه اللي بلاقي فيها نفسي قوي، وبحس انها ايه بتطلع من جوه. ما شاء الله. حتى الكتابه السياسيه انا خدت عهد يعني بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اعمل حاله ايه، تنوير، حاله ثقافه. يعني اللي بكتبه مش عن الحاصل اغلبيته، وان طبعا بكتب عن اللي حاصل وبحلله بطريقتي وبدماغي،
بس طبعا هما له الاخصائيين في القصه ديت لهم باع فيها وهم يكتبوا فيها صح. بس انا خدت الجانب الايه التنويري. الناس كلها ايه عارفه يعني معلومات عامه ما تدخلش في التفاصيل. فانا خدت على عاتقي الحته ديت بختص بها لنفسي شويه اني اكتب في التنوير السياسي. بعرف الناس المفاهيم السياسيه ايه يعني ايه حزب يعني ايه مؤتمر يعني ايه قوانين اللي بتتحط في دول عدم الانحياز كل ما يخص المعلومات السياسيه المساومات في العلاقات الدبلوماسيه مين هم الاغلبيه الصامته. وبعدين القارئ حتى لو هو فاهم اما بيقرا الكلام بيحصل له حاله وعي أكيد. يعني حتى هو عارف ايه عارف يعني التفاصيل يعني نقول ايه مبهمه انما لما بيقرا بقى حاله التنوير دي بتحصل له ايه يعني عارفه ايه حاجه بتنور في مخه. فليه ليه لقى ان القارئ ما يحسش بالتغيير ما يحسش ان هو بيقرا حاجه مش عاديه. في الشعر بقى برضو خدت عهد على نفسي ان انا اكتب حاجة بتخص مشاعر السيدات اللي بتحس بيه. شدني قوي خواطش ومشاعري ده لا لو قريتي بقى وتغلغلتي طيب في الموضوع يعني سريعا سريعا لانهم بيقولوا قدامنا 3 دقائق طيب سريعا بقى نسمع حاجة واحدة بس مش احنا اللي هنسمعها والجمهور ولا يسمعها هو اللي يسمعها بقى يلا حاجة رومانسية عشان يعني نلطف الدنيا شوية. اوكي ده اسمها الخريف قصيدة بحبها قوي ليها ذكرى حلوة قوي مع الكاميرا بقى عشان الجمهور يشوف. اتى الخريف وتخلت الاوراق عن فروعها ولم أتخلى عنك يوما. أتى الخريف بنسمات باردة ولكن قلبي لم تبرد نبضاته يوما. في كل يوم أفتح نافذتي لعلك تمر مع نسمات الهواء العليلي وأعيش مع طيفك عيشة هنية ولا أطمح بالمزيد يوما. ما شاء الله. خيم الخريف بشحوبه على الكون ولكني أراه أملا جديد ببراعم حب قوية تنبت يوما وأراك بجانبي تسبح القدير على قدرته أن زرع داخلي ذاك الحب ولا يسقط يوما. ما شاء الله هي ما شاء كبيرة الله. بس ربنا يوفقك يا حضرتك معلش بس هي كبيرة كلمنا كتير في الوعي الاجتماعي وقعد اخذنا بسرعة جدا. لا بس طبعا الأستاذة وايدة معروفة طبعا ومعروفة بالفات اللي هي عاملاها بس برضو حاجة برضو كده ايوه سريعة كده برضو نذكر بس بقى ايه حضرتك بصينا للكاميرا ضمير تحت الطلب ده مجموعة قصصية صغيرة بتتكلم برضو عن حالات واقعية جدا بس أنا صغتها بطريقتي وكلها برضو بتتكلم عن الضمير إزاي لما بيغيب ممكن الواحد يتقلب لوحش أكيد الدنيا من غير ضمير ما فيش أستاذة فؤاد وإن شاء الله الجزء الثاني في معرض الكتاب القادم إن ربنا أحيانا من ضمير تحت الطلب برضو توفيق ربنا يا رب وفي رواية إن شاء الله برضو في معرض الكتاب اسمها بائعة السمن بسم الله ما شاء الله برضو حاجة يعني فلاحي بحت بقى واحدة بتبيع سمنة وبتلف البيوت ففي كل بيت حكاية مشتاقين فعارفة بقى إحسان عبد القدوس الجميلة القديمة يعني أحلى ما في الأستاذة وايدة إن هي بصي هي بتتكلم في كل شيء بس ما شاء الله عليها الله أكبر هي لما الدنيا يعني لما في كل حاجة سياسة واجتماع وحب وكل حاجة وشعر يعني لا وفي وطن في أشعار وطنية لا وفي كمان وطن في وطن هي أصلا أساس الموضوع وطني وسياسي يا خبر بالك إن شاء الله هنكملها بإذن الله في الموضوعات الجاية فاتفضلي برضو لسه معانا وقت برضو اتفضلي كده برضو نبذة كده سريعة عشان خلاص الكتب أو الكتاب عموما في الصحافة أنا بعتبرها أمانة أمانة كبيرة أكيد. الإعلام وحضرتك وبتستضيف الضيوف وبيتكلموا الكلمة دي أمانة كبيرة جدا جدا بتأثر في نفسيات اللي بيتلقاها بطريقة غير طبيعية يا بالسلب يا بالإيجاب فاحنا هنسأل أمام الله سبحانه وتعالى على كل كلمة بتصدر مننا طبعا وكل طبعا فعل وإلا بقى اللي بيتكتب يعني الـ 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 الطاقة بتاعت الكتابة دي خطيرة الكتابة دي بتطلع ذبذبات في الكون بتتردلك تاني طبعا أكيد. لأنها بتأثر على شوفي بقى ما يقرأ لك 100 شخص أو 1000 شخص أو 10,000
فالموضوع مش بالبساطه اللي تكاد يعني تكون انها بسيطه. لازم لا أكون الموضوع اكتب وانا عارفه انا بكتب جدا إيه؟ مش اي شيء. انا قبل ما بنزل مقاله بقعد 3 ايام عشان اكتب مقاله وترجعها كمان على اساس ان هي ما حدش ينتقدك نمره واحد. ممكن يبقى في حاجه كده طبعا وتبقى المعلومات مؤكده تماما عشان توصلي كمان المعلومه صح. المعلومه صح وانت تحس ان انت بتحترمي عقل الكاتب عقل القارئ وانت ككاتب تبقي حد محترم ان الناس بتحترم ان دي بتقول كلمه كويسه خلاص يعني كمان يعني بتعملي مزبوطة. سيره وسمعه لحضرتك طبعا يعني مثلا استاذه هويدا ده معروفه بكتاباتها بنقدها بكل شيء فكرك ما هو انت عباره أكيد. عن فكر اكيد طبعا يعني الناس بتقرا لك يبقى هي انت هي هو انت الكتابه دي هو انت مش مستحيل حد هينفصل يعني يبقى عنده انفصال في الشخصيه ما يبقى هو شخصيه واللي بيكتبه شخصيه فهو اللي احنا بنكتبه هو احنا فعلا يعني انت ككوكتيل كده بما ان حضرتك عشان بقى اخر دقيقتين بالظبط خلاص لا خلاص الوقت خلص طيب انا اتشرفت جدا بيكم والله انا سعيده بك جدا ان شاء الله نكمل الحوار يا دكتور باذن الله ان شاء الله لنا سلسله حلقات بعد رمضان ان شاء الله على خير يا حبيبتي ان شاء الله تنوريني بشكرك جدا يا استاذه داليا سعيده ان انت نورتيني النهارده في البرنامج والله بنشكر طبعا الكاتبه المصريه الكبيره الاستاذه هويده عوض وان شاء الله هنكمل الحوار في حلقات ثانيه وكل سنه وحضرتك بخير وبنشكر كل القائمين على القناه المخرج الجميل الاستاذ محمد والاستاذ احمد نبيل والاستاذ عبد الله شريف والاستاذ نادر القولي المستشار اشرف كل القائمين على البرنامج استاذ وليد يعني جماعه جماعه انا مش عايزه انسى حد استاذ عبد الله الشريف فبشكركم جميعا وبشكر ضيفنا وكل سنة, سنه وانتم بخير ورمضان كريم. كانت معكم نير القولي في امان الله.